انا كنت طالب مدرسي وضلينا يعني تعلمنا المصلحه وتركنا كل شيء ودرنا على المصلحه. اسمي مصطفى الشلح ابو محمد من معره النعمان. كنت طالب مدرسي صف ابتدائي ونطلع نتردد على الفرواتي بعنا بالمعره وتعلمنا المهنه. يعني ابوي ما كان فرواتي ولا حدا من بيت الشلح كان نهائيا يعني من عنا نحن بيت الشلح. فترددنا على السوق وتعلمنا المصلحه وتعلمناها وصرنا نجيب الجلود ونشتغل بالجلود ورحنا على الاردن وفتحنا محل بالاردن بالزرقاء بشارع الملك عبد الله. ضلينا 4 سنين وانتقلنا بعدين لهون على الرقه جينا وبلشنا بالصنعه وهلا هون صار لي بالرقه 30 سنه بالضبط. نحن بنجيب الجلد الخروف، في عنا جلد خشن وجلد ناعم وجلد يعني بوسخه نجيبه بدمه. نحن بنجيبه بنحطه بالغساله بنغسله، غساله جلود هي فصلناها تفصيل خصوصي للجلود قياس كبير بنغسله. بعد ما بنغسله بنجيبه من ملحه بنمده بنحط له ملح وشب، تلت شب وتلتين ملح منشان الصوف هذا ما يحلس، وبننشره وبنحط خليه يومين. بعد يومين بيكون هون اختمر الجلد، بنحطه بننشره بالشمس ليباس، بنخليه منشوف يبسان شيء 7 ايام نحن بنقول له عم يختمر. بعد ما يختمر الجلد بنبخه بمي بنرجع بنحطه على البشارة الجلود الدولاب. هذا كمان نحن فصلناه تفصيل، هذا عندنا بالمعارة النعمان جبناه وبنبشره. بعد ما بنبشره بصير الجلد ابيض مثل هالجلد هذا يعني مساوي، بنمشطه بنبشره شايف شلون هذا لا هيك بصير ابيض صوفه. بعد ما بينبشر هيك بنحطه من نحن وبنمده قدامنا وبنفصله تفصيل، منفصله تفصيل فروي هاي اسمه هذا خشن اسمه فروي رعياني فروي راعي. بعدين بنروح من بعد ما منفصله بنروح بنحطه على البشار على ماكينة الخياطة ومنخيطه. هو الخياط اليدوي، نحن على الخياط اليدوي بنخيط على ايدنا كنا، بس هلا نحن جبنا معنا ماكينة كمان، اشترينا ماكينة فصلناها من الصين بعتنا جبناها وجينا يعني جابوا لنا اياها التجار وصرنا نخيط عليها يعني اسرع مشان الايد العاملة ما تاكل معنا ايد عاملة كثير بشكل عام. هاي فرو الناعمي هاي، هاي هلا في هون يعني صدري يعني مثل هاي هلا ناعمي كويسي، هاي حقها هاي 25,000. دن هاي الفروي الخشني هاي اسمها نحن بنقول لها رعياني بيلبسوها الرعيان. هاي فروة راعي هاي يعني حقها 10,000 بدون أبي، حط لها الأبي، الأبي حسب الراعي، الراعي بده أبي رخيصة، اللبيس الفروي الناعمي بده أبي غالي. نحن بنقول له شايل 5 خمسات هندي حقها الأبي فرضا 20-25,000 أبتة، هاي حقها 3-4,000 أبتة الفرق الرعياني.